تحياتي جميع. اليوم بدي أحكي عن قصة الشاب السوري حسين شماس، الشاب السوري الدمشقي المصور الفوتوغرافي اللي قرر ينهي حياته بعد مروره بمرحلة اكتئاب، والخبر انتشر على السوشيال ميديا. رح أحكي عن موضوع التعليقات وردود الأفعال اللي صارت على هذا الخبر، واللي ألمتني بصراحة تماما مثل ما ألمني الخبر ذاته، بل يمكن أكثر من هيك. انتظرونا. في مواقع كتير، جرائد كتير كتبت عن هذا الخبر، صفحات كتير كتبت عن هذا الخبر، ولكن بصراحة الناس ما حدا حابب يحكي الحقيقة. اللي عند المعارضة قال اللي قاعدين بمناطق النظام واقعين تحت ضغوطات ورح ينتحروا، والمؤيد صار يقول بسبب العقوبات على سوريا، والمتدين صار يقول بسبب قلة الدين. بس بصراحة الكل ما حابب يحكي عن الحقيقة، الحقيقة اللي هي نحن بمجتمع مأزوم، بمجتمع حتى فاقد أقل درجات الإنسانية. لأن بكل بساطة إذا منشوف تعليقات على هذا الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي، منشوف شو شكل المجتمع اللي عايش فيه حسين واللي كنا عايشين فيه نحن. المجتمع يفتقر لأقل درجات الإنسانية. لما بشوف الخبر موجود بصفحة لطلاب جامعيين والتعليقات عليه أقل كلمة بتكون فيها الله لا يرحمه، أنا بتساءل بصراحة لوين وصلنا نحن. لما بيقرأ رسالة انتحار حسين الأخيرة، حسين طلب من أهله بس وقواية، وقال إنه بيحبهم، ما طلب أي شيء من حدا تاني، ما ادعى أني فيلسوف أو مفكر أو بده حدا يتبع أفكاره ويأخذه قدوة. الشاب مثله مثل كتير من السوريين، ما بيعرف شو بكرة شو مخبيله، مستقبله مجهول، حياته بائسة. هل السوري بينحسد على الحياة اللي عايش فيها؟ هو ما عارفان من رايح، مثله مثل كتير من أهل البلد كمان ما عارفانين من رايحين، ولا يمشوا حتى يومهم لحتى يعيشوا يعني بحد أدنى من المعيشة تشبه معيشة البشر بصراحة. هو اعترف بضعفه وحب ينهي حياته لأني ما أتحمل، وقال أني أنا ضعيف وما كلف أي حدا بأي شيء، ويمكن ترك التغيير للناس اللي هني أقوى منه، واللي للأسف قوتهم طالعوا بأنه بعد ما مات أظهروا مشاعر لا إنسانية وصاروا يتنمروا على موته ويسخروا منه للأسف. بصراحة يأسفني كتير لاقي ناس بتفكر هيك، لاقي شباب بتفكر هيك، شباب بتشاركك الآن عايشين هذا الوضع، عايشين مأساة الحياة السورية. ولما بالأخير بدنا نحاول نطلع اللي جواتنا، بنطلعه عن طريق التنمر على شخص ميت. بيأسفني كتير لاقي شباب بتفكر هيك، شباب بتتنمر وبتضحك على الموجوع وعلى المحزون واللي عايش نفس الألم اللي هني عايشين، ولكن ممكن بدرجة أكبر أو ما قدر يتحمله، عايشين نفس المأساة، المأساة اللي اسمها المأساة السورية، مأساة حياة مواطن سوري يومية، ومأساة الشاب السوري هي مأساة أكبر. بيأسفني كتير لما بشوف شباب، وتحديدا شباب جامعيين، شباب بعمر الورد، وشباب العايشين المأساة، بيستخدموا كلمة مريض نفسي، يقولوا أنه هذا مريض نفسي وبيعملوا سبب لحتى يضحك عليه ويتنمر عليه. كلمة مريض نفسي تحولت لمسبة عنا بالمجتمع، بدل ما تكون هي ناقوس يدق بهذا المجتمع لحتى يحاولوا يساعدوا هدول الناس. وبصراحة البقية اللي عاملينه سبب للتنمر، سبب لحتى يضحكوا عليه، المرض النفسي لا أتوقعهم صحيحين نفسيا، بل لديهم مرض نفسي مكتسب قد يكون أسوأ من المرض النفسي اللي قد يدفع بشاب للانتحار. بيأسفني كتير لما بنتنمر على شخص اعترف بضعفه لحظة وقال إني أنا ضعيف، ونحن بنتنمر عليه لأنه هو أضعف مننا، وبنعجز عن إنه نفتح تمنا حتى قدام القوي. لا، نحن بس بنتنمر على الضعيف واللي هو موجوع مثلنا، وما نسترجي نفتح تمنا قدام القوي اللي قد يكون هو سبب الألم اللي نحن فيه واللي هذا فيه. يأسفني كتير لما بشوف هذا الشباب المثقف بحط لايكات ودعم وإعجابات ومقضي وقته على شغلات أتفه من التفاهة، وبيستخسر كلمة عزاء بسيطة بس تقدم لأهله لهذا الشاب، واللي هي أبسط مفاهيم الإنسانية، أنه يكون عندك شوية احترام للموت حتى لو كان هذا الشخص عدوك. بيأسفني كتير شوف هدول الشباب أخذوا دور المفتي ودور أبونا
ودور قاطع التذاكر على الجنه، ويمكن محل الرب نفسه قاعد يقول هذا بيروح على الجنه وهذا بيروح على النار، بينما بيخرسوا تماما لما بيموتوا الالاف. الالاف بيموتوا ما عندهم فتاوى، ما عندهم راي ابدا بالموضوع، لان هذا الموضوع ممكن ياثر على حياتهم. بيأسفني كتير لما ما حدا فكر باهله لحسين قبل ما يكتب تعليقه، ما فكروا فيهم اطلاق هدول الناس اللي ما لهم ذنب وهني واقعين حاليا بمصيبه، قد يكون اي واحد مننا بمكانه صار يكتبوا هاي التعليقات الفجي. بيأسفني كتير بصراحه. بنهايه هذا الفيديو حاط لكم باخرته شوي من التعليقات المستفزه، وايضا رساله حسين الاخيره مع صوره وبعض اعماله الفنيه. اللي بحب اقوله، سامحنا يا حسين، سامحونا يا شباب سوريا اللي فيه مثل حسين كتير، نحن ما كتير قادرين نقدم لكم، سامحونا، ما طالع بإيدنا غير نقلكم لروحك يا حسين ولروحكم السلام. باي باي.